الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو أو كلم به الموتى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم
أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.